بجدد بحضراتكم التحية مرة تانية ولسه مستمرين وفقرات تايم لايف ووصلنا لفقرتكم ويكان. النهاردة هنتكلم عن أحد النماذج المصرية المشرفة في عالم كرة السلة وهو علاء عبد النبي اللي كان شعاره ويكان وهو بيفرض اسمه بين عمالقة كرة السلة على مستوى العالم كله. علاء عبد النبي بشعار وكان كان احد اللاعبين المصريين اللي تألقوا في دور المحترفين الامريكيين وصالوا وجالوا بالملاعب هناك وحقق ارقام مميزه خلال مسيرتهم. نفس الشعار وكان علاء عبد النبي سجل 1465 نقطه في الدوري المحترفين الامريكي وعشان يكون خير سفير مصر بملاعب السله الامريكيه في اقوى الدوريات على مستوى العالم. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن نجمنا النهارده علاء عبد النبي ونرجع مره ثانيه. يدخل علاء عبد النبي ضمن قائمة النجوم في عالم اللعبة الذين استطاعوا تسطير أسمائهم بأحرف من نور في سجلات التاريخ بعد تألقه في ملاعب السلة. علاء عبد النبي ولد في الإسكندرية في 24 من يونيو عام 68 وانتقل إلى الولايات المتحدة ليبدأ مشوار تألقه هناك، حيث لعب في دور الرابطة لرياضة الجامعات وبرز اللاعب في الفترة ما بين عام 86 و90 محققا أرقاما هامة بعد أن تفوق على نفسه وظهر بمستوى متميز مستغلا طوله الفارع وقدراته الكبيرة في تسجيل الرميات الثلاثية. علاء عبد النبي انتقل إلى اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة من بوابة فريق بورتلاند تريبل بلايزرز وذلك لمدة موسمين من عام 1990 حتى 92، وبعدها لعب لفترة قصيرة في صفوف نادي ميلووكي باكس، ثم انتقل إلى فريق بوسطن سيلتكس لمدة موسمين منذ عام 1992 حتى عام 1994، ولعب لمدة موسم واحد في صفوف فريق ساكرامنتو كينجز من عام 1994 حتى 95، وقضى فترة وجيزة في صفوف فريق فلاديلافيا 76ers. مسيرة علاء عبد النبي في الدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة استمرت لمدة 5 أعوام وسجل في تلك السنوات 1465 نقطة و846 متابعة و85 تمريرة حاسمة، وكان أفضل مواسمه عام 93 عندما لعب مع بوستون سيلتكس وبلغ معدله 8.2 من 10 نقطة و4.8 من 10 متابعات في المباراة الواحدة، ومن بعدها لعب في اليونان وفرنسا قبل أن يعتزل عام 2000 ليسدل الستار على مسيرة مميزة للاعب مميز. علاء عبد النبي كان شعاره وكان وهو بيتألق في ملاعب السلة وبعد الاعتزال دلوقتي حاليا بيقوم بتحليل مباراة دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة، كانت مثيرة أكيد مميزة. بهذه الفقرة بنكون حلقتنا انتهت النهاردة من تايم لايف، إن شاء الله أشوفكم حلقة جديدة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.